من جامعة الشارقة مشاهدينا إلى الجامعة الأمريكية أيضا بالشارقة، حيث نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة يوم التوعية السنوي في المركز الطلابي بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة. تقريرنا التالي يسلط الضوء على هذا الحدث، خلونا نتابع. من أجل تسليط الضوء على قضايا مهمة للصحة والأمان والمجتمع والبيئة ورفع مستوى الوعي والإدراك، نظمت الجامعة الأمريكية بالشارقة يوم التوعية السنوي بمشاركة 18 هيئة حكومية وخاصة. حضر الحدث طلبة وأساتذة وإداريين وعائلاتهم وطلبة من مختلف مدارس الدولة. طبعا احنا متخصصين في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بحملات توعوية على مدى السنة، منها مرورية ومنها جنائية ومنها مجتمعية، فحبينا نبين هذه حملاتنا لهم ونقول لهم في مختلف أنواع التوعية مرورية وغيرها، وكذلك أن نوزع عليهم هدايا تذكارية، شيء طبعاً إحنا نشارك الفرحة مع أبنائنا الطلبة. وبالإضافة متواجدين معنا إدارة مكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية، نبين لهم كذلك مبادراتنا السنوية. اليوم نحن قسم توعية المجتمع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مختص بجميع برامج التوعية الصحية والصحة وسلامة المجتمع في الإمارات بشكل عام. فاليوم نحن عندنا حملة سنوية مختصة بالتوعية من سرطان الثدي، ونحن مسوين إن شاء الله معرض مختص بكل بروشورات التوعية وأي استفسارات حول التوعية من سرطان الثدي. تضمنت فعاليات يوم التوعية السنوي باقة من الإرشادات التوعوية التي قدمتها المؤسسات والجهات المشاركة من مختلف التخصصات، من خلال توزيع كتيبات وملصقات توعوية وفحوصات طبية لنشر المفاهيم الصحية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الجامعي. طبعا اليوم احنا متواجدين في يوم التوعية للطلاب في الجامعة الأمريكية في الشارجة، عندنا عدة فعاليات حابين احنا نعرف فيها الطلاب على أعمال المؤسسة من خلال هي الفيرتشوال كاميرا اللي هي تحاول تعيش الشخص جو اللاجئين والمخيمات اللي هم عايشين فيها. غير هذا طبعا نعرف الطلاب على المشاريع اللي نحن نقوم فيها في منطقة الشرق الأوسط. جايين اليوم عم نعمل فعالية بجامعة الشارقة الأمريكية، منوفر فحص السكر والضغط وكتلة الجسم BMI، ومنعمل تسخيف صحي للأسنان، ومنعمل فحص للأسنان وتوزيع معجون أسنان. يوم التوعية السنوي أحد أهم جسور التواصل التي تقيمها أمريكية الشارقة للتعرف بالجهات الصحية ذات الشأن وما تقدمه من خدمات من أجل بناء المفاهيم الصحية وترسيخ السلوك السليم لدى طلبة الجامعة من أجل حياة صحية آمنة. وما زلنا طبعا في يوم التوعية السنوي، حيث شاركت عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها من هذه الجهات إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. الحديث أكثر عن مشاركة هذه الإدارة تنضم إلينا عبر الهاتف آمنة النقبي، مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. حياك الله آمنة، مساء الخير. مساء النور عزيزي. أول شيء خلينا نتكلم عن مشاركة طبعا الإدارة وإدارة التثقيف الصحي بيوم التوعية السنوي، ما الهدف من هذه المشاركة؟ في البداية أشكر عزيزتي على هاي الاستضافة الطيبة. العفو. وطبعا هدفنا الأساسي من هذه المشاركة هي توعية وتثقيف الطلبة، أيضا إرشادهم وتقديم النصائح لهم للمحافظة على صحتهم وسلامتهم. نعم، شو اللي تقدم من فعاليات آمنة خلال أو فعاليات خاصة خلال يوم التوعية؟ من خلال مشاركتنا نحن كإدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قدمنا عدة استشارات صحية للطلبة والمشاركين، ومنها عملنا فحوصات مجانية مثل سكر الدم وأيضا ضغط الدم، كذلك قياس كتلة الجسم للأفراد، وأيضا وعينا الفئة النسائية وثقفناهم أكثر عن الرضاعة الطبيعية. نعم، جميل جدا. آمنة، يعني أنتم دائما طبعا تشاركون كإدارة تثقيف صحي في العديد من الفعاليات الصحية، باعتقادك إلى أي مدى هذا يرفع كذلك أيضا مستوى الوعي الصحي في أي جهة من الجهات اللي أنتم تشاركون فيها؟ في الحقيقة هذا النوع من الفعاليات له دور مهم وحيوي، هنا يستهدف فئة الشباب واللي هو في الغالب الأحيان أقل وعي، خلينا نقول، وإدراك
لأهمية الاهتمام بالصحة. صحيح. خصوصا في سن مبكر. والحمد لله لقينا إقبال كبير من الطلبة في جناح التثقيف الصحي في الجامعة، وأكيد يعني لو كل الإدارات تشارك في مثل هاي الفعاليات التوعوية وقدمنا الدعم للطلبة لقدرنا نخلق عنصر فعال بالمجتمع يخدم دولة الإمارات. نعم جميل. باقينا نسأل آمنة شو الجديد إن شاء الله إدارة جديد إدارة التثقيف الصحي بعد يوم التوعية السنوي؟ في الحقيقة من جديد إدارة التثقيف الصحي اللي راح يكون قريب إن شاء الله برنامج صحة موظف، ومن البرامج الرائدة لدى الإدارة خلال الأعوام الخمس السابقة. هنا تم توجيه العديد من الفعاليات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة، لكن هذا العام ستكون لنا مشاركة لدراسة الوضع الحالي بالتوعية بين موظفي المؤسسات الحكومية. نعم. وبناء عليه سيتم تطبيق مبادرات نوعية باشتراكات مع مؤسسات مختلفة سيعلن عن تفاصيلها خلال اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. نعم. إن شاء الله بيكون في أبريل القادم. كذلك نحن ابتدينا من شهر فبراير إلى شهر أبريل عندنا فعالية البطل الخارق واللي هي تابعة لجمعية أصدقاء السكري. تهدف هاي الحملة لتوعية فئة الأطفال بمخاطر السكري وكيفية الوقاية منه. أيضا في شهر مارس عندنا اليوم العالمي للكلى، ومن خلاله راح تقدم جمعية أصدقاء مرضى الكلى العديد من المساعدات والتبرعات للمستشفيات وللمرضى أيضا لمساندتهم في رحلة علاجهم. نعم وما يعطيكم ألف عافية آمنة. شكرا لك. الله يعافيك عزيزتي. شكرا مرة ثانية على الاستضافة. شكرا آمنة النقبي مدير شعبة الإعلام الصحي في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. من يوم التوعية السنوي إلى فعالية صحية أخرى وهي لنمشي معا، حيث أقيمت في واجهة المجاز المائية فعالية نمشي معا للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والإقليمية. عن هذه الفعالية نتابع تقريرنا التالي. بتوجيهات المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة أقيمت فعالية نمشي معا في واجهة المجاز المائية للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والإقليمية. شارك فيها سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور واسع من القيادات والمسؤولين وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هذه المبادرة انطلقت من أبوظبي نمشي معا وتوزعت على جميع الإمارات. يا التاريخ المحدد لإمارة الشارقة في هذا اليوم مع هذا الجو الجميل بمشاركة جميع أبنائنا وأعضاء أندية الثقة وخور فكان ومدينة الشارقة خدمات الإنسانية والجمهور بشكل عام لكي نمشي معا في هذه المناسبة في هذا اليوم إن شاء الله. نمشي معا وهو فكرة لنشر وتوعية المجتمع بقضية الأولمبياد الخاص، حيث أن إمارة أبوظبي سوف تستضيف بطولة الأولمبياد في عام 2019، وهذه الفعالية هي عبارة عن فعالية لتوعية المجتمع بقضية الأولمبياد الخاص والأنشطة والرياضات التي يقومون بها. تعد الفعالية التي تنظمها إمارة الشارقة على هامش استضافة الوفود التجريبية مبادرة مجتمعية إنسانية تهدف لتشجيع ودعم وإنجاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 23 مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص من 8 حتى 22 مارس 2019. جايين نشارك في مبادرة نمشي عشان البطولة الأولمبياد الخاص الإماراتي في 2019 في إمارة أبوظبي. جاي هني أنا أشارك مبادرة نمشي معا عشان البطولة الخاص في أبوظبي بطولة العالمية 2019. وصول مبادرة نمشي معا إلى الشارقة يضفي على الحدث أهمية أكبر نظرا للجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكريس ذوي الإعاقة كأولوية في الخطط المستقبلية.